مرحبا بكم في هذا الدرس. سنتكلم عن برمجة الأسنكرون في منصة النوت جي اس. ما هي الأسنكرون؟ الأسنكرون فهو نمط برمجي يعتمد على الكالباك أو لا فونكسيون دو رابيل، أي أن الأحداث يتم تنفيذها في وقت واحد، وعندما يصبح ناتج عملية متوفرا يتم النداء على دالة النداء أو الكالباك. مثلا فإن الولوج إلى صفحة الإنترنت فهو يأخذ وقت لإرسال الريكوست واستقبال النتيجة، أي أننا نقوم بتنفيذ دالات الكالباك عند التوصل بالنتيجة. فمثلا إذا كانت العملية تستغرق 10 ساعات فإننا لا ننتظر 10 ساعات، فقط نقوم بتنفيذ العملية والمرور إلى الدالة الموالية، وبعد 10 ساعات وعندما يصبح الناتج متوفرا يتم النداء على لا فونكسيون دو رابيل أو الكالباك. هنا سأقوم بمثال بسيط جدا، إذا فهمتم هذا المثال فلن تجدوا صعوبة في متابعة باقي الأمثلة ومنصة نود عموما. مثلا فونكسيون اد وهي دالة تقوم بجمع عددين ا بي وترسل لنا الكالباك. هنا نقوم بالنداء على كالباك ا بلس بي. كيف ننادي على هذه الدالة؟ نقوم باستدعاء الاسم والبارامتر أول واحد، نريد جمع 1 مع 2 و function data 1 هنا نقوم بتمرير المعطيات، وعند الانتهاء من العملية نقوم بالنداء على function وتمرير data. فمثلا إذا قمت بطبع console log hello أو مثلا set timeout function، أي أنني أطبع جملة هلو بعد ثانية، وسترون ماذا سيقع. حيث أن هذه الدالة set timeout لا يتم تنفيذها في تلك اللحظة، فرغم أنها كتبت قبل لا فونكسيون اد إلا أن هذه الدالة سيتم تنفيذها بعد الاد، أي أننا نقوم بوضع السيت تايم اوت في الايفنت لوب ومن ثم المرور إلى الفونكسيون اد، فكلاهما يتم وضعهما في الايفنت لوب، حيث أن الدالة التي ستخرج النتيجة يتم تنفيذ الكالباك الخاص بها. والايفنت لوب فهي عبارة عن وايل دالة وايل كبيرة تقوم بتفقد محتوى الدوال التي تنتظر، فإذا كان الناتج متوفرا تقوم بمناداة الكالباك او لا فونكسيون دو رابيل. ان لم تكن النتيجة متوفرة يتم المرور إلى الدالة الموالية وتفقد النتيجة، وهكذا. هنا سميته كود سورس. كما لاحظتم فإن لا فونكسيون اد أعطت النتيجة قبل لا فونكسيون سيت تايم اوت، رغم أن سيت تايم اوت كتبت قبلها كما ستلاحظون مرة أخرى. من الأحسن أن أرفع القيمة إلى 3 التوان كما تلاحظون، القيمة هي 3 وبعد 3 ثواني يتم تنفيذ الكونسول لوج تايم اوت. نستطيع أيضا القيام بمستويات عديدة للكالباك، أي تركيب مستويات عديدة من
من دول الأسنكرون، سيعطينا 6، أي أننا قمنا بحقن نتيجة الأد الأول في فونكسيون أسنكرون، في الفونكسيون الأسنكرون الثانية، ستعطينا 6 وستنتظر 3 ثواني أو أكثر، وتقوم بطبع الهلو 6 وتنتظر 3 ثوان وتقوم بطبع هلو وتخرج. لماذا قمت بهذا المثال؟ لأن قلب البرمجة في النود فهي مبنية على دوال من هذا الشكل، أي تقوم بتمرير المعطيات و فونكسيون دو رابيل، أي أن كل الدالة لا يتم تنفيذها آنيا، ولكن عندما يصبح الناتج متوفرا يتم النداء على الفونكسيون فانكشن وتمرير المعطيات. مثلا قد نستطيع تمرير داتا 3 وإلى غير ذلك، وكل هذا مرتبط بطريقة النداء على الكالباك. سأقوم هنا بإضافة مثال حقيقي، نقوم بتحميل FS وهي المكتبة الخاصة ببرمجة الملفات في منصة نود. أقوم ب FS State etc host، أريد تفقد معلومات حول ملف etc host. كما تلاحظون FS State أقوم بتمرير المعطيات و function d'appel، لأن state يقوم بفتح الملف وتفقد المعطيات، وهذه العملية لا يتم تنفيذها كما تعرفون، فإن عملية فتح الملفات وقراءة المعطيات تستغرق وقت. فقد قاموا بتغليف state الخاصة بUnix state، قاموا بتغليف هذه الدالة الموجودة في وهي syscall في أنظمة اليونكس واليونكس، قاموا بتغليفها بالجافا سكريبت، إلا أن هذه الدالة هي ما ينفذ فعليا، حيث يتم تمرير البات، ها هو البات والإيرور، فبلغة سي يقوم بإرجاع أي return، فهي القيمة التي ترجعها الدالة state، ويقوم بملء struct state buff، يقوم بملء structure بالمعطيات، إلا أنه هنا فإن ما يقابل structure في جافا سكريبت فهو الأوبجي، حيث لا توجد struct في لغة جافا سكريبت، فقط الأوبجي والفاريابل. في حالة ما إذا كانت أخطاء سنطبع الأخطاء، في حالة عدم تواجد الأخطاء من الأحسن أن أقوم بكونسول دير لأنه أوبجي، في حالة عدم تواجد الأخطاء نطبع الداتا. عندما أقوم بتنفيذ هذا الملف سيطبع 6، فهي أسرع عملية يتم تنفيذها آنيا، ومن ثم سيطبع معلومات حول الملف OTC host، وبعد 3 ثوان، أي بعد 3 ثواني من لحظة إطلاق الكوموند وليست 3 ثواني من آخر عملية، وهذا شيء مهم وجب فهمه. كلير، هنا أسميته كما تلاحظون قام بطبع 6 وهو خارج العملية الأولى، ومعلومات حول الملف state والانتظار 3 ثوان كما لاحظتم وطبع hello. إذا قمت مثلا ب بتغيير الاسم في هذه الحالة سنقع في error، وهذا ما أريد إظهاره لكم. ستة والأوبجي خاص بالإيرور يقول لي إي أيونت،
أي أن الملف غير موجود. إذا كنتم مهتمين بهذه الأرقام والمعاني الخاصة بها فهي معروفة. قوموا ب مان 3 إرنو، أي يعطي الأخطاء والرقم الخاص بكل خطأ، وهي موحدة تقريبا بين كل أنظمة اليونكس. يقول لي ها هي ما أبحث عنه، أي أن الملف غير موجود حسب معيار البوزيكس رقم 1. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص ببرمجة الأسنكرون بمنصة نوت جي إس، وشكرا.